هل بيكم تشاهدون احد السياحات المدنيه التابعه لاحد المواطنين والتي تم استهدافها باحد الرقام التي تزرعها الميليشيات في كل مكان؟ هذا هو السلاح النووي التي كانت تحمله هذه الاسره. طعامهم، العاب اطفالهم، ملابسهم، نازحين في حلول لهم على الخط علشان يسووا سمعة التحالف انه هي الطيران التحالف الذي ضرب النوم، وهم الحوثة الذي سووا لهم اللغم. وهذه الناس نازحين من قرية من قراهم.